عارفين هنعمل ايه النهارده؟ ايه؟ هنعمل مروحه. هنجهز ايه للمروحه؟ عندنا ورق، عندنا ورق، عندنا قلمه ومقص واللس ومسطره وورق. طيب خليني اعرف اصحابي اللي في البيت، عندنا ورق صح؟ صح. ورق ملون، ورق ملون ولزق ولزق ومقص ومقص وقلم رصاص ومسطره ايه رايكم بقى يا بنات تبداوا تشتغلوا عشان نوري اصحابنا في البيت ازاي احنا ممكن نعمل مروحه؟ ماشي، يلا بينا. انا عندي اللون الاحمر وعندي اللون الازرق، فانا هختار اللون الاحمر لاني بحبه. تمام. وانا اخترت اللون الازرق بس اللي هو فاتح شويه، لونه جميل، لون الجاكيت الجميل اللي انت لابساه يا فيروزه. شكرا يا لولي. انت لبسه جميل، انت ومريم ومنى. شكرا. انا هبدا اتنيها كده مره، اروح قلبها الناحيه الثانيه، اروح تنينها تاني، وهفضل كده برضه بنفس الطول لحد ما تخلص الورق. برافو عليكي. يعني بنديها كده مره وكده مره صح؟ يعني بنعمل لغايه لما الورقه كلها تخلص، وبعدين هنقول لكم الطريقه بعد ما نخلص الورقه. نبدا نثني في كل اتجاه مره صح؟ بعدين انا بعملها لحد ما نخلص الورقه كلها، بعملها كده خلاص، واجيب هستخدم الجلو، بعد كده نستخدم اللزق. تمام. ونلزق الجزء التحتاني من المروحه صح؟ صح. نمسك كده اهي، نروح ماسكينها وتنينها كده كده، نروح تنينها بس الاول. تمام. نحط اللزق، نحطه هنا كده، هنحط اللزق ونلزق الجزء الاخراني ده عشان يمسك كل المروحه مع بعضها صح؟ صح صح صح. تمام. تمام. زي ما فيروز عملتها كده، بس اضغطي يا فيروز عليها عشان تفضل لازقه حبيبتي، اضغطي شويه كده. ماشي. تمام. برافو عليكي. هختار لون تاني. ممكن نختار لون تاني. طبعا اي لون يعجبنا، احنا عندنا الوان كتير قوي صح؟ صح. اللون اللبني انا بحبه برده، هو الاحمر. هنعمله بنفس الطريقه صح؟ هنتني الورقه في كل اتجاه. انا هاخد الاورنج لغايه ما نخلص الورقه خالص. ناخد البينك صح؟ صح. ولو حابين برضو استعمل المسطره، ممكن نحط المسطره كده ونتني عليها كده. مظبوط. بس انا عشان اتعودت اعملها فانا بعملها كده بايدي. انا هعملها زي ما هي، هم عشان اول مره يتعلموها فهم ممكن يعملوها بالمسطره كده اهو. يا ريت اصحابنا في البيت كلهم يشوفوها ويتعلموها ويعملوها عشان يهووا بيها في الصيف صح؟ ايوه. كمان احنا بنعمل المروحه دي عشان بدل من نشغل التكييف، بدل ما نشغل او المروحه الكهربائيه، فاحنا بنستخدم يعني عشان الكهرباء ما تخلصش، احنا بنستخدم. وكمان عشان نسلي نفسنا يا فيروز في البيت واحنا قاعدين فاضيين صح؟ صح. وبعد ما نعملها بقى هنلزقها زي ما احنا قلنا باللزق، بنلزقها باللزق، وبعدين بعد كده تبقى مروحه عاديه كده. نحط اللزق باللزق ونتنيها. شايفين يا اصحابي كده انا تنيتها واتك عليها عشان تلزق في المروحه. برافو. ونضغط عليها قوي 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 علشان تبقى ايه، تبقى متماسكه مع بعضها. وكده انت عملتي مروحتين يا منى صح؟ كده عملت اللونين. وريهم كده لاصحابنا في البيت لونهم ايه وايه. ارفعيهم ارفعيهم كده وريهم لنا طيب حطيهم بقى احمر وازرق صح؟ احمر ولبني. احمر ولبني مظبوط. انا عملت الاثنين اهو صح. وفيروز عملت لون ايه؟ انا عملت لون بينك وعملت اللون الازرق الفاتح. طب انا عملت اللون الزرق ومريومه الاورنج والبينك. برافو عليك. طب احنا ممكن ما نستعملش المقص والقلم الرصاص صحيح، بس ممكن نستعمل اللزق والمسطره ده لو عندنا. طب ايه رايكم بقى نوري اصحابنا واحنا بنهوي بالمراوح اللي احنا عملناها؟ هاي جاهزين يا بنات؟ جاهزين. يلا ابتدوا كده. برافو. ايه رايكم جايبه هوا حلو؟ الهوا وصل لغايه عندي، لغايه شعري. جميله. وكمان احنا عاملين عشان الجو حر قوي. ايوه صح، الجو حر في الصيف. خلاص كفايه كده. بس انا اتمنى اصحابي في البيت بقى يجربوا المروحه دي، وانا متاكده انها هتعجبهم قوي 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 قوي.